مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. موضوع اليوم راح يكون حول الحظ. قناة رؤيا نزلت الى الشارع الجزائري باش تشوف رايهم حول هذا الموضوع واذا يامنوا بالزهر ولا لا. تابعونا. ما نقولوش الحظ، خاصو كاين اللي يقول لك الزهر ما عنديش الزهر، هي سوى الحاجه اللي كتبها لك ربي، اللهم بارك، ما كتبها لكش يقول لك ربي عسى وان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هذه هي، يعني بيكون الحظ احنا انه بالقدر تاع ربي سبحانه. ماشي الحظ، الحظ، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، نهار قال له الصحابي ذاك رضي الله عنه، قال له اعقل وتوكل. كذا، احنا ما نخدموش. وما نديروش كي نجيو للدار نقولوا لها يعني المراه والماكله هذه كيف انت ما تخدم ما كاش هذيك منها زهر ما كاش من هذيك انا ما مش بهذاك الانسان كيف انت يا ربي العالمين قال وقولوا اعملوا فسيرى الله اعمالكم صدق الله العظيم احنا ما نمشي نقول لك زهر مش بالزهر نامن بقضاء الله وقدره زهر ما كاش احنا نعرفوا قضاء الله وقدره زهر هذا عندي زاجيريان برك ماشي بوافتو نعمل بالمكتوب صح باسكو واش قرر ربي نعمل بالمكتوب صح سي هذه سي اون ريغل فريمون تقول كيما الماتيماتيك الزهر واش الانسان اللي يخدم على واحد يكون عنده صحته ولاباس به والزهر انسان هو الانسان هو اللي خلق الامور هذو هو اللي يامل بحاجات قال انا حبيت نجيب هذيك الحاجه يكون فيها يمشي عليها ماشي يستنى الزهر واش من الزهر هذا قال كونت اون فو ان بو الزهر ما كاش منه إذا رقدت وقعت راقد واحد راه يخدم بين شكون راح تطلع به جو إذا خدمتي وتعبتي في هذه الدنيا ما كاش منها ربي يخليك إذا شافك تتعبي وفشلتي تزيدي تعاودي تفشلي ما كاش منها ربي يخليك امبوسيبل إذا شافك تعبتي والله وما مش بالحظ امبوسيبل ما كاش الحظ ما كاش منها تخدمي تتلقاي هذه هي واعملوا فإن زهركم يأتيكم واعملوا يعني تسببوا إذا تسببتم يأتيكم زهركم الحظ هو نقدر نقول لك تلقاها في الدلاع تشري دلاعة تصيبيها بيضة حمراء من الاخر ولي يتكل على الحظ يدخل في الخرافات وينقصوا القدرات ديالو يبدا يقول لازم يولي عندي الزهر ما عندكش دراهم في جيبك وتقول نستنى الزهر تاعي يجيبوا لي الدراهم هذه ما كاش منها الزهر ما كاش منها هذه ما كاش منها الزهر هذا يقول هذا يقول لك اللي خانو شعدوش بقشعرو فهمتي ولي عمرها مسكينه اللي ما تزوجتش تقول لك انا شحر لي بيا كادو المثال تاعنا الزمان يقولوها دوق هذيك ولينا نشوفوها اون لايف ماشي هيك ما نقدرش نعيط له حظ نعيط له فرصه الحظ هو فرصه تجيك يا تغتنميها يا ما تغتنميهاش الوغ ما كاش الحظ كاين الفرص تقدري تقولي والفرص تجي لاي واحد على بالك انا دوكا رانا في وقت يقول لك انا ما عندي الزهر الزهر هذا يقدر يكون في اشياء تختار ما بين دو سبيسياليتي باغ اكزومبل في ستاج تلقى خدمه والاخر ما تلقاش فيها الحظ لكن باش تقول الحظ تقريبا اللي يتبع الحظ والزهر وشنو الزهر؟ الزهر كي تعود تخدم ولاباس بيك ومن هذا هو اما ترقد تقول زهري هذه ما كاش من هذا تاع الزهر هذه ارقد حتى العشيه حتى الخمسه تاع العشيه وقول انا والله راني نستنى في الزهر تاعي لا ماشي هكذا ربي خلقك بات عندك عقل ضمير عندك الاخر من روح تخدم حوس منا هذا هو الزهر تاعك شوفي المتشائم انا نقول له لوح الماء على روحك دير سبور عيش كدايا باسكو لا بي سي اون فوا والدنيا كاين اللي عايش صغير هو كبير وكاين اللي كبير هو صغير دي فوا تصيب جون صغير شيخ ما يديرش سبور قاعد في قهوه من الصبح هو قاعد الانسان اللي متشائم نقول له شد في ربي سبحانه واصبر مليح يعني واحد اللي يصبر ينال هذه هي نقولوا ما تقطعش الياس رانا نشوفوا بزاف لي كالي راهم ينتحروا اللي راهم ينقنطوا من رحمه ربي اسم تشاء من يا ودي دي ربي في قلبك
وخدم ربي يرزقك يا ما تبقاش غير تشكي كي تشكي واحد ما حيرزقك ماشي بنادم اللي حيرزقك حيقول لك ربي معاك من الاول روح عند ربي. الانسان المتشائم نقول له باللي يعاود يبدل النظره تاعو للدنيا يسيي يعاود يشوف النظره تاع الدنيا بنظره خاصه به تكون نظره متفائله شويه متفائله ياك متفائله ماشي متشائمه. احمد ربي كي يصلي هذاك هو الصح ما كان كي تكون تامن بربي وتصلي ما طلبي لي جي تونكونسيوم نورمال تونكيسي نورمال. هذا مش وش هذا والله هذا يرقي هذا يروح يرقي في قليعة. نسكو هذوك الناس باسكو يشوازي الخدمه يخيروا هذيك ما نخدمش هذيك ما نخدم سي بور سا يقول لك والناس واحد باسكو يروح يخدم يقول لك سي ديفينيون كاين بزاف بوكو دو شوز نقولوا سي ما يأثرش على الناس اللي قدامه باسكو عنده واحد الطاقه السلبيه يحبطك فيها كيما انا عندي صاحبتي ايجابيه الوغ تانيك انا كل متشائمه هي ايجابيه تاعها تخليني ايجابيه. هلا نقولوا له كيما نقولوا الصبر ان شاء الله وربي يفرج علينا كامل. انا ما يعني الناس هذوك ربي العالمين يهديهم انا نقول لهم ثقوا في ربي. انا كسول فنيان ما على باليش كاع واش يدير بالنسبه ليا الناس هذي يخموا حوايج هذو قاعدين يحلموا هكذا الحلم مليح كاين ولكن الحلم كي تكون انت ناشط فيه ماشي راقد وتحلم وتقول يجيني لا لا يشوفها بزاف الجزائر كاع الناس متشائمين ما عنديش وما الدوله ما عطاتليش وما راح تخدم خويا الدوله واش ما واش دخلها معناتها تهتم بولادها وتهتم روح خدم اكسيتي غتلقى ما تبقاش راقد وداير شمه وتتكيف وتروح تقول لي ما لقيتش خدمه ما لقيتش واحد تحوس تلقى.